السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنا نرجع اليوم للليبر أوفيس. تكلمت قبل عن برامج الليبر أوفيس، تكلمت عن ال إمبرس، تكلمت عن الرايتر. اليوم راح أتكلم عن الكالكوليتر، الكالك اللي هو برنامج شبيه بالأكسل خاص بالحسابات، طبعا من نظرة راح تعرفه. خلونا نتكلم عن الشرح. أنا ما بشرح خصائص البرنامج، أنا أعطيك فكرة إنه هذا برنامج بديل إذا كنت تفهم قبل بالبرنامج، أو ممكنك تأخذ بعض الأفكار من الشرح. طيب خلونا نشوف شو ممكن نسوي. تكلمت قبل عن طريقة التعريب، يعني رجع الفيديوهات القديمة راح تشوف شلون طريقة التعريب كل شيء. خلونا نفترض أول شيء عندنا شركة معينة بسوي لها حسابات. فعندنا شركة مثلا اسمها مثلا الجزيرة الرقمية، تمام؟ طبعا مثل ما أنتم عارفين إنه تغيير الخط، تكبير الخط كله أمر سهل، يعني بس من هنا. طيب بس علشان نضبط المضبيط. اوكي، عندنا مثلا طبعا الجزيرة الرقمية. خلينا نشوف ايش عندنا. عندنا مثلا الدخل، مثلا المدفوعات. اوكي، وخلنا نفترض عندنا مثلا أشهر معينة، مثلا شهر محرم صفر، عندنا مثلا شهر رمضان، عندنا مثلا شهر شوال، وعندنا طبعا بالنهاية راح يكون فيه هنا الإجمالي، تمام؟ أو نخليه هنا الإجمالي، تمام؟ المفروض إنه ما يكون بالشكل هذا، المفروض إنه يكون مثلا هنا الشهر الدخل المدفوعات بالشكل هذا. خلنا نفترض مثلا بشهر محرم دخلنا مثلا 50,000، كم صفر ذولي؟ اوكي، صفر دخلنا مثلا 15,000، رمضان دخلنا مثلا ريالين، شوال دخلنا مثلا 8,000. اوكي، هذا بالنسبة للدخل. طبعا المدفوعات مثلا خسرنا بالمدفوعات مثلا فنقول 30,000، ونقول هنا مثلا 12,000، وهنا نقول 1، وهنا نقول مثلا 3,000. اوكي، خلينا نشوف شلون طريقة الحساب. طبعا هنا الفائدة، اكيد نحسب الفائدة. شلون طريقة حسابة الفائدة؟ بسيطة، نطرح الدخل من المدفوعات راح يطلع لنا الفائدة. فتضغط هنا بالخانة هذه وتشوف هنا الخانة اللي هي بي، العمود بي برقم 5 ناقص بي 6. فتكتب هنا يساوي بي 5 بي، لحظة يساوي بي 5 ناقص بي 6. راح يقول لك هنا انه الفائدة 20,000. نجي هنا طبعا بدل ما انك تسوي العملية كل شوي، في طريقة ثانية انك تنسخ الحدث اللي بالخلية، ما تنسخ الخلية نفسها. في طريقتين للنسخ، في طريقة لو نكبر هذا شوي، في طريقة نسخ عادية لو تضغط دبل كليك راح ينسخ لك هذا من داخل، او انك تنسخ القيمة نفسها بدبل كليك. وفيه طريقة نسخ الخلية اللي موجود بالخلية، او العملية الرياضية الموجودة بالخلية. فلو لصقنا هنا راح يقول لك 3,000. طبعا طريقة النسخ تحرير نسخ، او عن طريق الازرار الموجودة هنا، اعتقد في زر نسخ، هذا زر نسخ، هذا زر لصق. فنلصق هنا بعد، ونلصق هنا. اوكي، طلع عندنا الفائدة بشهر محرم 20,000، بصفر 3,000، برمضان 1 ريال يعني، وبشوال 5,000. بنحسب الحين الاجمالي من كل هذا. فعندنا الدخل الاجمالي، طريقته تضغط هنا على المكان تبي تسيبه الدخل، تضغط على العلامة هذه اللي علامة صم المجموع، فراح يقول لك هل احسب الخلايا هذه. طبعا هو بيحسب لك الخلايا اللي بارقام، اضغط انتر. ايضا نجي لما المدفوعات نفس المكان، تضغط انتر. الفائدة برضو بنفس المكان، تضغط انتر. تك تك تك، لحظة الارقام تشابه ولا لا؟ طيب صم، من لاحظ انه من هنا حسب لنا جي 5
انطي اوكي. ايوه في نفر هنا ما يفهم بالحسابات فراح اضيعكم معه. هذه الطريقة الثانية، انه تضغط المكان هذا وتظلل على المنطقة اللي تبي تسوي الحساب، فراح يحسب لك من المنطقة هذه للمنطقة هذه الى هنا يعني. فلو بغيت العملية تطلع هنا اضغط واظلل واضغط على الصمت فراح يجيبها لك نفس الطريقة، حتى لو بلغي العملية هذه بنفس الطريقة. اوكي طيب حسبنا الحين اللي هو الفائدة كاملة، حسبنا ذي. ممكن انك تحسب الفائدة ايضا بطريقة ثانية بما ان 28000، اعتقد انه بنفس الطريقة راح يطلع، اللي هي نفس طريقتنا قبل، ننسخ الخلية هذه نحطها هنا اعطى 28000. طيب انتهينا. يعني يمكن تحتاج انك تسوي اللي يسمى رسم بياني. فاذا بتبي تسوي رسم بياني للمنطقة هذه، تظلل المنطقة وتروح للمدراج رسم بياني، تمام. لاحظ رسم البياني جاء معك، انه هذا الدخل، هذه المدفوعات، وهذه الفائدة. حط لك محرم باللون هذا، حط لك صفر، رمضان، لاحظ رمضان ما في شيء اصلا، شوال، تمام. ايضا حط لك اعلى قيمة تواصل له. ممكن تختار بعض المخططات من هنا اللي كنت حاب مثلا يكون ثلاثي ابعاد، او ممكن تحب تخطيط دائري. الافضل يكون بالشكل هذا. احس الحين بالشكل هذا احس اني واحد يعني وخر عنه. طيب مثلا خلونا نسوي العمود، عمود ثلاثي. اوكي طبعا ممكن انك تسوي بعض الاشياء وانت ماشي في الطريق، لكن نسويها تقريبا الى هنا. ما في شيء جديد اني اضيفه. في طبعا الاكسل او الكالكوليتر اللي اسمه برنامج الكالك، هذا برنامج ضخم يعني ممكن تستفيد من اشياء كثيره منه. بنفس الوقت انا مره محترف بالبرنامج هذا كثير، يعني اخلص اشغالي وبس. شكرا لمتابعتكم، اللايك والسبسكرايب والاقتراحات ما عندي مشكله. جواب على سؤال وصل لي بالفيديو اللي قبل، لما انا اغير التوزيع مو بمعناته انه انا خلاص ما راح يشرح لك البرنامج. لان في ناس شافت اني غيرت من الابونتو، انت ما راح تشرح لي الليبر اوفيس. في شخص متحمس معي، لا انا راح اشرح حتى لو كنت توزيع ثانيه، لان البرامج هذه بتجي بكل مكان. شكرا لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.